من جديد اهلا بكم كل متابعينا في برنامجكم المميز دائما الاهلي الليله، وبقول لكم دايما النهارده احلى ليله لان معانا المدير الفني للنادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون. ودايما لازم اوجه الشكر للدكتور عمرو محب اللي بيصحبنا بالترجمه. لكن قبل الفاصل كنا بنتكلم وبنقول مستر باتريس الاهلي لما كلمك شفت الفريق بشكل معين وكان ليك طلبات، ايه الطلبات اللي اتحققت منها وايه اللي انت شايفه لسه عايز تحققه مع الفريق؟ ولا الطلب الوحيد اللي طلبته على المستوى الرياضي يعني بالنسبه للفريق وصل معانا لعيبه كويسه، لان حبيت تكون الفرقه جاهزه، بس قلت تكون فرقتي جاهزه ومستعده. انا قلت بس اهم حاجه عشان اقدر احقق نتائج كويسه لازم يكون الجزء الدفاعي الشق الدفاعي بتاعي كويس، واعتقد حققوا لي ده وخلوني اجيب سليف كوليبالي، ما كانش في اي مشكله. وكنت حبيت ارفع مستوى البدني للاعبين وانا اشتغل اعداد بدني للاعيبه عشان في تحديات في ماتشات افريقيا لازم كل لعيبه جاهزه. ده كان اول حاجه في اول طلب ليا. لكن بعد كده طبعا كل حاجه هتيجي لوحدها للنادي. دي طريقتي في الشغل، بحب دايما اجي لوحدي بعد كده استخدم معايا في الجهاز اللعيبه المتاحين في المكان وخلي كل واحد يدي كل واحد فرصه ويدي اللي عنده ويدي افضل ما عنده. ودي طريقه عملي، دي طريقه تفكير، واحب دايما بسيب دايما علامه في اي حته اجي فيها. اي نادي اما برضه بحب اسيب علامه قبل يعني وانا بشتغل، وده قدرت اساعد الجهاز الفني وافضل الجهاز الفني ان كل واحد يطلع افضل ما عنده. وبالنسبه للتشكيل بتاعي اعتقد برضه اللاعبين عندي في لعيبه عندهم امكانيات استثنائيه، حاولت قدر الامكان اطلع كل اللي عند اللعيبه، خلي كل واحد يطلع افضل ما عنده. واعتقد في 10 مباريات استخدمنا 25 لاعب والنتائج كانت يعني مشجعه، وهنستمر على هذا النهج. ولازم برضو حاطين في اعتبارنا ان الماتشات الجايه لازم كل لعيب ياخد فرصته ولازم يكون موجود مع الفريق. هل كانت المشكله اللي انت شايفها او الطلب اللي انت شايفه ناتج على ان في قصور في دفاع النادي الاهلي فقط؟ هل ما كانش ليك ملاحظات في وسط الملعب في خط الهجوم، ولا ده المركز الوحيد اللي انت كنت شايفه محتاج لتدعيم سريع؟ نو يا ديجا ان اريفان ان كور دو سيزون اول ما وصلت يعني في خلال الموسم بطوله افريقيا كانت شغاله، كان طبعا في لعيبه اتأيدت خلاص على القائمه الافريقيه، قائمه الاتحاد الافريقي. طبعا دايما ممكن دايما نحسن في كل حاجه، نحسن في يعني في الاداء وفي اللاعبين، لكن ده كان المتاح وقتها. وقلت فضلت في وقت ما وصلت وقلت استخدم اللعيبه المتاحه اللي هو بدأوا مع النادي في الفترة وبطولة أفريقيا. كان ممكن طبعا عرفنا نأيد لعيبة في الأواخر يعني قبل ما يتقفل باب القيد يعني ممكن، بس كان ممكن نزود لاعب أو اثنين مش أكتر من كده. لكن قوام القائمة أنا ما كنتش موجود فيه. وأنا برضو بقول دي طريقتي، أنا ما بحبش أدور على أعذار، ده ما يعتبرش عذر. انا المفروض يعني اشتغل بالمتاح واشتغل جامد علشان اكون فعال واكون منافس في فرقتي منافسه، وكل مباراه بالنسبه لي سواء في الدوري او بطوله عربيه او في رابطه الابطال الافريقيه لازم نحقق افضل نتيجه ولازم نعمل ماتشات كبيره ونكون على قدر المسؤوليه. هل سليف كوليبالي من وجهه نظرك حل الازمه الدفاعيه؟ هل لعيب واحد حل معاك الازمه الدفاعيه؟ ورامي ربيعه اخباره ايه؟ نو فو سافي سي رامي ربيعه كي فا ريفينير اوسي. سي سورتو لو فات كو ان جوور بيرميت دو ستابيليزي. هو يعني في لعيب ممكن يساعد في خلق الفارق، بس في لعيبه ثانيه موجوده كويسه. سليف عرف يعمل توازن في الحته الدفاعيه وخلى اللعيبه اللي جنبه تلعب بثقه اكبر، يعني وصوله يعني ساعد ان القطاع الدفاعي او الشق الدفاعي للفريق بقى افضل، بيأدي بشكل افضل. وشفنا في الفتره الاخيره في ال10 مباريات اللي لعبناها
sans encaisser de but. Donc, يعني في ماتشات كتيرة ما كانش دخل فينا أهداف. وطبعا الدفاع بالنسبة لي زي ما يكون مبني عمارة لازم يكون القاعدة بتاعتها قوية اللي هو الدفاع بتاعي. طبعا الدفاع لازم يكون مهم عشان يأمن بس طبعا أهم هو الشق الهجومي هو اللي بيجيب الأجوان. وده محتاج مجهود أكبر ومحتاج يبقى فيه ثقة للاعبين. بس اعتقد لما احنا بنحس ان الحته الدفاعيه بتاعتنا كويسه هيبقى سهل بعد كده نترجم كل فرص اللي بتجي لنا ونجيب منها اجوان. معظم التقارير الصحفيه المصريه كانت بتتكلم على انك طالب تدعيم في خط الوسط، هل دي اجتهادات صحفيه ولا فعلا انت طلبت التدعيم في خط وسط النادي الاهلي؟ Aujourd'hui, on est en train de. احنا بنحاول. يعني احنا حظنا كويس ان عندنا لعيبه كويسه وعندهم خبره زي كابتن حسام عاشور في وسط الملعب، عمرو سوليه لعيب كبير. للاسف طبعا هو عنده مشاكل بدنيه يعني شيء على المستوى البدني واتصاب للاسف. واللعيبه دي لعبت كويس جدا وعرفت نكسب في تونس وعندنا لعبنا لعيبه جديده زي اكرم. وعندنا ناصر ماهر وحمدي لعيبه برضو شباب وممكن يصنعوا الفارق. الصعوبه ان في الاهلي ان عندنا دايما ضغط مباراه كل ثلاث ايام ولازم نحقق فيها نتيجه كويسه. ولازم في نفس الوقت تبقى عندك وقت تدي ثقه للعيبه اللي ما عندهمش لسه ثقه للعيبه الصغيره. لكن بقول برضو طبعا احنا ممكن نحسن الاداء ونحسن التشكيل ونحط عناصر جديده تحسن من لعب الفريق. وطبعا لازم نجيب لعيبه جديده ده اكيد ده هيحصل بعد كده. لعيب يضافوا اللعيبه الموهوبين اللي عندنا في الفريق. بس في الوقت الحالي اعتقد بمنتهى الامانه لازم نشتغل على اللعيبه الموجوده ونركز معاهم لان اللعيبه دي بتشتغل بشكل قوي كل يوم. وانا بقول برضو لازم الفتره الحاليه ما افكرش في لعيبه جديده بقدر ما افكر في اللعيبه بتاعتي وازاي اطلع كل ما عندهم واديهم ثقه.